ما بشرحنا. التحية والإكرام. ما في العمل. التحية والإكرام. لكل من ساهم وكل من قدم وكل من تعاون وكل من أسرف وكل من راسل. هني الله من قدم، هني الله صاحب التراب، هني الله صاحب المال، كله هنيئا في سبيل الله، كله في إنجاح الوطن، في إنجاح المشروع، في سبيل الوطن. نعم، وكلهم إن شاء الله إلى الجنة. إن شاء الله كلهم إلى الجنة. نعم، طريق واحدة. إيه، هذه الصدقة الجارية. هذه نعم نعم، هذه الصدقة الجارية. والله صدق. الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت، والله صدقت. نعم، قال ثلاث الحق الميت بلا قبره، ولد صالح أو علم من استعبة أو صدقة جارية. هذه والله، والله هذه، والله هذه أفصح لسانك. والله صحيح، والله جابها. صدقة جارية إلى يوم الدين لك أو لأجيالك أو لأولادك أو لأحفادك أو لأبائك. من هنا يعبر الناس، من هنا يسرحون الناس، ويسرح ويمرح ويفرح بتوسعة الطريق. نعم، وليس لأحد، للجميع. المشروع كبير، المشروع عملاق. ظهروا تجار، كبروا، ظهروا تجار، قدموا، ظهروا تجار، وقعوا، ظهروا تجار، تفاهموا، ظهروا تجار، تساعدوا، ظهروا تجار، أحسن الله إليهم. أنا من ناحيتي أقول بارك الله فيهم بأعمالهم وصدقاتهم ما دام اجتمعوا في بيت الشيخ منصور